مبروك الناس الكل. هذه الو اي اف ام سبيسيال سونتي، ان شاء الله باش نقعدوا معكم رمضان كامل من الاثنين حتىكش الخميس كالعاده، نحكيوا على المواضيع الصحيه امتانا كالعاده زاده برعايه ميد بونتين، اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معاه موعد على الانترنت. موضوعنا اليوم باش نستفتحوا بيه بيان سور كيفاش نجموا ناكلوا بالكدي وصحيا في سيدي رمضان، وحاضر بحدايا طبيبي العزيز دكتور شاطر اليوم. دونك اذا كنت تحبوا تسالوا في الموضوع هذا تنجموا تكلمونا على 31 380 الف. الو اي اف ام سبيسيال سونتي هاجر الحنيشي من الاثنين للخميس. دكتور شاطر مرحبا بك ورمضانك مبروك. ولا استقبال هذا مشتني ياسر. انت عاد مكانتك عزيزه جدا. ان شاء الله رمضانكم مبروك. ان شاء الله نستفتحوا رمضان بالخير وبالصحه. الله يخليك صحة لونيت الجديد. باهي دكتور شاطر، دونك سنين ان شاء الله بقدرة ربي باش نصيموا 15 ساعة. بعدك ال 15 ساعة هذيك كالعادة الناس الكل تبدا اللي تلقاها قدامها ملذة وطابة فوق الطاولة، دونك يحب يعوض ال 15 ساعة هذوكم فكتر في الوقت نتاع اللي سيرتو مع الكوفر فو، دونك مقعدوا محصورين في الدار حتى باش يخرج يهضم برشا ما عندوش معناها برشا وقت. احنا باش نحاولوا ننصحوهم اليوم شنو الحاجات يلزمهم ياكلوهم، شنو الحاجات يلزموا يبعدوا عليهم، كيفاش ديجا يلزمهم يكلوم، شنو ما اغلب التقلقات اللي تنجم تصير في سيدي رمضان. انا هيت نحكيو ساعه ديجا على الصيام في حد ذاته، على خاطر هو ابار اللي هو في سيدي رمضان فما رموذه هي بطبيعتها الفاستينغ هكا ولا لا؟ دونك الناس حتى في وسط ابار رمضان بطبيعتهم يصوموا ما هكا بسوية عندهم اي هما فما معناها خدمه كبيره ياسر على الفاستينغ في امريكا، وخدموا على الوقت اللي يخليوا فيه الجهاز الهضمي ما يخدمش يرتاح. خدموا على 14 ساعة 16 ساعة ولا 18 ساعة وقارنوا النتائج نتاع أنا وأحسن وقت اللي البدن ينجم وفات خدموه باش يضعف البدن، معناها باش يضعف باش ينقص من الدهنيات نتاعو. دونك 14 ساعة شوية 18 برشا أحسن، فهم برشا برشا كي قارنوا النتائج نتاع 16 ساعة الصوم وال 18 ساعه يلقاو النتائج كيف كيف براتيكمون. دونك زيد باش نزيدوا ساعتين ولاو اكثر يخدموا على 16 ساعه صوم. دونك ساعدنا يعني رمضان السنه. احنا بون رمضان السنه يساعدنا احنا 15 ساعه، معناها اللي يحب مثلا يشد شويه الريتم يولي باريزومبل يتسحر قبل بساعه، ما ثلاثه يتسحر باريزومبل باش هكاك يعمل 16 ساعه. بقى فما ديتاي اخر اللي في رمضان نتاعنا احنا ما نشربوش الماء ما نشربوش القهوه. في الفاستينغ اللي في اللي نحكيو عليه يلزم يشربوا الماء، يلزم يشربوا قهوه بلا سكر بلاش حليب، يلزم تاي بلاش سكر بلاش حليب حتى المحليات لا. معناها فما سوائل لازمها تدخل البدن باش ينظف روحه. دونك الخاصيه نتاع رمضان اللي احنا ما نشربوش فيه الماء. دونك ينجم يكون فما شويه فوائد، والحقيقه لوجت فماش ديزيتود تعملت على بالفاستينغ تاع رمضان الديني وشنو المنافع نتاعو، اما اكيد ينجم باش ينفع خاطر فما حاجات اخرين تخدمت. معناها كصوم وشنو المنافع نتاعو على البدن خدمت برشا حاجات، منها زاد حتى في الجماعه اللي كانوا يعملوا في ريجيم إذا يطبقوا تعليمات الصوم الصحيح مش التعليمات نتاع الصوم اللي باش نحكيو عليهم احنا من بعد أكيد ما يزيدوش في الوزن على الأقل وينقصوا شوية. باهي خلي نقولوا احنا أذن المغرب ملي أذن المغرب اللي باش يعاودي أذن الفجر الصباح قبل السحور بشوية، خلينا نقسموا هالمدة هذي نعملوا الموديل ونشوفوا شنو كيفاش يبداو وشنو حاجات يلزم ياكلوا، خاطر فماش حاجات يعملوها غلط العباد وأصلا تقلقهم حتى من بعد في وسط السهرية. ولا يا هجر تو أنا نسمع حتى قبيلك وأنا جاي منى سعيدي زاد حكيت وكل شيء، براتيكمون أنا ساحرة والناس الكل والطب الكل تعاود فيه نهار كامل نعاودوا فيه. ومن الله يرحمه من وقت دكتور حكيم نعاود نكارو كل عام وشيء ندافع ربي لحبيب نفس ايش من يفيدة طبعا 40 سنة ايش من يفيدة بربي. خلينا ناخذوها سياق اخر. احنا وضعية رمضان وضعية استثنائية ديجا العباد احنا احتفالية اكثر منها معناها وراع ودين وتقوى. زيد باش نقولوا يلزم واحد يحس بالفقير وواحد عباد مش حابه تفهم الحكايه هذه. ما فهمش كيفاش نقولوا نحسوا بالواحنا احنا. بون كعبيت الحق مش عامة الشعب، معناها كي تشوف تو الكونسوماسيون نتاع رمضان تزيد معناها 50% العباد تستهلك اكثر ما تنجمش تكون وراع وتقوى زي الكل. كي تشوف اللي العباد اللي كانوا فما ديزيتود تعملت اللي في الحالات العاديه
عادية نستهلكوا احنا 2500 حريرة 300 حريرة عند الرجال وبرسك 2000 حريرة عند النساء يوليو 5000 حريرة عند الرجال و 3000 حريرة عند النساء مش وراء وتقوى زاد هذا دونك هذه رياليتي هذا الواقع اللي موجود والعباد كيف كيف الوعظ والإرشاد ما عادش ياخذوا به ياخذوا كان مصلحتهم شنو يربح احنا تو اللي باش نحكيوه تو هو كيفاش العبد ينجم يربح شيخ ياكل يتبنن ويشيخ ويتمتع خير من اللي يبدا يبعث على بعضه كما قلت انت قبل احنا ما نحبوهوش يبعث على بعضه ونحبوا يبدا من احنا نحبوا الشيخ هي احتفال ولا الشيخه مش مربوطه بالكميه الاكل اللي باش تاكله الشيخه اللي باش تشيخه مربوطه بالوسائل اللي عملتهم كي تاكل وحيرت الاحاسيس نتاعك والسنس الفيجوال مثلا النظر نتاعك الشيف الشمين الشم البنة الدقرميش نتاع حاجة علاش البريكة بنينة خاطر فيك التخرويشة وكل الدقرميشة تو باش تحير برشا عبيد لا خاطر السنس هذاك علاش ما يحبوهاش برشا في الفور واحنا باش نقولوا في الفور كيما الناس الكل هما باش يسمعوا ويفلتوا اما باش نقولوا كمان خاطر الدقرميشة نتاعك التهرويش نتاع البريك عنده الغفاء يحرك احاسيس باهية برشا هيك منو دونك الشيخ احنا نجم نوصلوا لك الشيخ هذيك بكمية اقل كي نبداو مركزين بالقدا اللي ناكلوا عليه وشيخين عليه ومش لازم نكثروا برشا معناها البريكه كانت كلها راه هي غذاء كامل معناها كان تشوفها وتفسرها فيها البروتينات فيها العظم والحم ساعات والدجاج والتن واليو فيها الخضر يحطوا فيها معدنوس فيها الكالسيوم الجبن فيها النشويات بالورقة متاع البريك معناها هي بيدها راهي وجبة متكامل لبني ما نفيش معناها نحكي هكا مش معناها بنينة على الاخر ما نجموش نربح عينيك ننتقلوا للطبق الموالي ماشي نكملوا كيفاش تفطرنا في اول نهار ليه مو نحط الواقع باش ما نزينوهش ونعطيه وعد ورشيد واحنا غالطين بالجد بنين اما احنا كي نبداو شقان فاتنا بشربه قولوا تشيش مثلا شعير باش نبداو احنا ما جوست بعد الفاصل باش نبداو كامل باش ياخذوا المنيو المنيو كامل جوست تو دكتور شاطر نحكيو على المنيو نتاعنا ما اللي يقول الله اكبر كيفاش نبداو ناكلوا الماكله نتاعنا كيما يلزم ولا كيما كيما يلزم انت طبيب عادة ما لازم نعدوا شوية الكافة الأمطار شوية هكا شوية هكا أوزر احنا عندنا الشوربة نتاعنا بنينة دونك أحسن حاجة باش المعدة تبدا ما تفجعش بالماكلة الأخرى ونبداو لها حاجة تنجم تهضمها هي شوربة بنينة بالمواصفات الباهية بالطبيعة مش برشا زيت يبدا فيها عايم فوق الزيت خاطر يقلق برشا في الهضم نتاعه الشوربة أنواع دكتور شادي أنواع كل واحد يحب من المستحسن أن تكون معنا شعير برغل فما شكون يحب الزر كان تعرفوش الزر الحق العجين فما شكون يحبه مي من المستحسن معنا سيريال كامل تو الشعير خاطر شعير بنين وحتى في الياف ويعاون برشا الاخرين مع العجين مش مستحب برشا كي تقارن مش غذائيا الشعير خير رتحوا شوي نشربوا قهوه نشربوا شويه ماء نرويوا البدن خاطر عطشان برشا باش نجم تقبل الماكله الاخرى خاطر حتى للهضم راهو الماء لازم للهضم اما مش بكميه كبيره وفي وسط الماكله من بعد شويه عن الماكله على السهريه كامله نحاولوا نعديه من بعد الماكله نتاعنا نبداو بالسلاطه بالطبيعه اللي عنده سلاطه ولا اللي يحب السلاطه اي حاجه طايبه مثلا نبداو عاده بالبروتينات لحم حوت دجاج عظم اللي هو ومن بعد الماكله اللي محضرينها ناكلوا منها اما كي ناكلوا منها ناكلوا بشويه نمضوا مليح ما نبداوش نتفرجوا في التلفزه وناسين اللي احنا ناكلوا لان المعده تعبى هي تعطي سينيال ما عادش عندك وين تحط سينيال راهو سينيال في المخ يلزم المخ يقول لك راهو خذيت غرضي من الماكله اقف بالطبيعه مش نحكيو هكا العباد باش تفرج التلفزه اكيد اما على الاقل ما بين الفرجه وفرجه تفقد روحك كي ندرى السينيال نتاع شبعت من المخ طلع ولا المعده ما عادش عندك وين تحط وتقلق بعد رتحوا شويه كان البريك نجموا ديكاليو شويه معناها حتى سويعه اخرى من بعد نجموا يكون خير للهضم نتاعها الغله نخليوها في السهريه مثلا نجم تعمل سلاد دو فروي في السهريه مع 9:30 10 كيكه للهضم خير للمنافع نتاعها خير
وبنينا تتفرشك في السهري. تنجم تخليها حتى بشويه يوغورت مثلا يعاون برشا، يعاون خاطر يقنع في خاطر الغله وحتى تنجم تجوع بعد نصيف ساعه ساعه تلقى روحك جعت. تخليها مع شويه يوغورت ناتور تولي تقنع خير. مع شويه هكا فواكه جافه للتقرميش اللي حكينا عليه تنجح برشا الحكايه. ومن بعد في السحور، السحور هو غذاء كامل، ما يلزموش يكون معناه مزيد ولا كان قمت سحرت ولا ما بتاع. السحور معناه غذاء، معناه وجبه لازم تكون كامله، فيها النشويات نتاعها، فيها زلاليات، فيها مشتقات حليب، كل واحد يحب. فما المالح اللي يحب حاجه مالحه ينجم حتى من العشيه يعاود، واللي يحب حاجه حلوه ينجم زاد مسفوف، فما شكون يحب بسيسه، فما شكون يحب يعمل دراع، الكل باهين. ما نكثروش. جربته يقنع عين. يقنع لا لا حتى بسيسه. يعني حاسك بالشبع، ما تتعقش ماكله، معني ما تخممش في ماكله في وسط النهار. اي. وفما العويد اللي يحبوا الحلو مثلا في السحور مش مسوح به برشا، خاطر باش يطلع لك الانسولين اللي باش يخليك سكريك في الجرام، والانسولين يقعد يخدم يطيح السكر في وسط النهار. دونك لازمك حاجه اللي تطيح للسكر، معناها تجوع بليتو اكثر من يطاتش. الملح هو اللي يعطشك اكثر، ما حتى الحلو نجم يعطشك زاد. دونك ماذا بيك خبز كامل مثلا بان كومبلي فيه الياف اللي تمص، والسكريات الامتصاص نتاعها يكون هكا بالتدريجي ويشدنا مده باهيه نتاع النهار، حتى ست سوايع نجم يشدنا. وما نتعشاوش معناها ما نتسحروش بكميه كبيره، خاطر كي باش تخزن راه مش باش يستعمل الكل. فما سينيال كي نرجع نقولوا سينيال نتاع المخ هو اللي يقول لك يقف. خذيت غرضك ليتيز اللي باش تاكله في بالك ريزير مش يقعد ريزير، خاطر باش يخلو بدن يردو شحم ما ينجمش، باش عاد المسان، المسان عندها طاقة معينة تنجم تقبل بها الماكلة، ما تنجمش تقبل أكثر. اللي تخل أكثر من قابلية اللي تنجم تستعملها باش تتصرف فيها تردها شحم. هذاك علاش برشا عباد يسمنوا في رمضان. هذايا معناها كي نمشيو بالريتم هذايا راهو ما نتقلقوش حتى في النهار، وغذائيا وفرنا كل شيء للبدن. وتعدى رمضان لاباس، خاصة تو مش سخونة برشا الدنيا ما يقلقش. رمضان ويتعدى من غير حتى قلق. باهي الريجيم هذا ولا المنيو اللي عطيته نجم يناسبني انا مثلا. فما عبيد باغ اكزومبل دكتور شاطر يفطر يشق فطرو في شقان الفطر ويعاود دوزيام تور مع العشره ويعاود تروازيام تور مع نص الليل وزيد يعاود في السحور. اسكو لوجيك اللي يعملوا صحي والا مش صحي؟ إذا فما التورنيات الأربعة هذوما فما خلل، خاطر البدن حاجته بكمية معينة من الطاقة. بماكلتنا العادية شقان الفطر محترم كما حكينا وسحور عادة توصل لل 2500 كالوري نتاعك بالراحة. اللي أكثر يمكن الشهوة أنو عبد يشتهي برشا، أنو عبد خاطر عندنا راهو إحساس خوف من الجوع بدائي من في الانسان، معناه الداخل في الانكونسيون نتاعو الداخل يخاف للجوع، هذيك اللي تخليه ياكل بكميه اكثر. وما تحسش بيه، ما تحسش تاكل خاطرك خايف للجوع، الا ما تركز مع روحك وتعمل ميديتاسيون باش تفيق شنو اللي صاير بالضبط. دونك انه تكون هكا تحريشه مع العشره، تحريشه صغيره هكا تبن بها فمك في الليل اوكي، مي وجبتين منصوح بهم انا شقان الفطر والسحور، وفي الوسط الحاجات اللي نعملوا عليها كيف. نعملوا عليها كيف زاد كيف كيف، مش نحطها بحذانا ونبداو نتفرجوا في التلفزه وتفيق روحك كان كملت صحن حلو ولا اللي هو، خاطر ما فقتش شنو تخل بدك. كان نمشيو بهذيك هو راهو برشا حاجات تتحل، معناها كي تاكل ماكله اعطيها قدرها حطها قدامك وركز معاها. تلقى روحك تاكل كميه اقل بياسر من اللي مستانس تاكل. باهي فما حاجه اخرى دكتور شاطر، العبيد تحشش على حاجتين في المال والماكله والدخان. فما برشا عبيد القهوه انا منهم. انا تعلمت من ليميسيون هذه ومن عندك انت كيفاش نستغنى على الحشيشه هذيك قبل ما يبدا رمضان. باش نبدا اموري كسر عندي جمعه في الثيرابي هذيك. باش نبدا اموري يا بحبا. فما برشا عبيد في الدخان دكتور شاطر، اول ما يقول الله اكبر تلقاه يشعل السيجارو. اي ماك تعرف احنا تبا نشجعوا ياسر على الدخان. لا احنا ما نشجعوش حتى تخيل، دونك موجود على الاقل نقولوا لهم شنو لازم يعملوا باش ما خاطر مش باهي كوميم. عذر هو ادمان، ادمان ومعناها الحق من كي يبدا واحد متفرج يبدا فارس، المدمن راهو بالمجد ربي معاه. الحق ماذا به يبدا يخرج من الادمان نتاعو قبل رمضان.
خاطر في رمضان وجاعة كبيرة ويتقلقوا العباد برشا من الدخان. دونك انا هي نصيحه باش تقول له وهو ديجا مخه ما عادش يسمعك انت وانت ولي تحب ما عادش. اما من المستحسن يكون نقص كما قلت لك قبل بشهر يبدا يبرمج ينقص شويه شويه الدخان نتاعو مش في الليل تسلل باش يلقى روحه حاضر باش ينقص. بالطبيعه صحيا كاتاستروفيك اول ما باش تنفس باش نفسك الدخان مع الماكله لا للهضم به ولا للصدر ولا للنفس به. مي ربي معاهم اللي عندهم المشكلة ذيك وتداوى راهو فما طب سبيسياليست في الادمان على الاقلاع على التدخين وسامارش فما هذه تكنيك جدد تحفونين على الاخر وانواع واشكال يعاونوا معناها يفوميو تحلها ديفينيتيمون الحكايه. باهي فما مشاكل اخرى تنجم تظهر زاده في رمضان اي سورتو اكبر عضو يظهر لي يتقلق من المشاكل هذه هي المعده. عندها برشا مشاكل يا كونستيباسيون يا جير يا نفاخ. دونك كيفاش نجموا نبعدوا على المشاكل هذه والا نتفاداوها او موان؟ المشاكل هذه فما اللي مربوط بالريتم تاع رمضان معناها بانه العبد ما ياكلش مده 15 ساعه مثلا. وفهم مشاكل مربوطه بالتصرفات نتاعنا احنا مع رمضان يعني مع نوعيه الماكله اللي ناكلوها اللي مربوط برمضان وبطبيعه رمضان ما نجموش نبدلوه برشا اللي هو برشا يعملوا قبض يصير برشا كونستيباسيون فما برشا يتقلقوا من سوء الهضم خاطر الجهاز الهضمي مرتاح 15 ساعه من بعد يرجع يخدم ساعات نقويوا عليه الريتم شويه ما نجمش يهضم يعطي الاحساس نتاع سوء الهضم باش ترتحوا شويه باش ما نجمش تزيد تاكل انت. وفما بالطبيعه العطش زاده من الحاجات اللي يصيروا والحاجات اللي احنا نجموا ندخلوا فيها الحاجات اللي تابعه ماكلتنا. دونك باش ما تقلقوش برشا من القبض يلزمنا برشا الياف معناها سلاطة مثلا خبز كامل حاجات فيها نشوياتك اللي فيها دي فيبر. نجم وشربين برشا ماء في الليل مش مع بعضه في شقان الفطر وفي السحور نعبيوها معناها كليترا ونص سترتين نوزعوها على الليلة كاملة هكاك نروي وخير خاطر حتى كي تشرب برشا ماء وكمية كبيرة البدن ما يخزنهاش تتعدى في الكلاوي تخرج ويخرجها. دونك لازم احنا نوزعوها النهار كامل نرويوه تسعة سوايع اللي احنا باش نفطروا فيهم نقسموها على تسعة سوايع على الماء هكاك تروى خير وما تحسش بالعطش من غدوة. الماكلات الحلوة برشا زادة مش مسوح بها شوية هكا معناها باش نبنوا باش نشيخوا بحاجة بنينة هكا هو خاطر هي بيدها من بعد تعمل هيبوغليسي طيح لك السكر من بعد. الماكلات اللي فيها برشا زيوت زادة تقلق الهضم تاعها يستعمل برشا انزيمات باش الجسم ينجم يهضمها وتقلق بالطبيعه وكي الباساج نتاعها في المعده يتطول المعده تطلع برشا اسيد وتولي يصيرك الجير والقلق نتاع المعده خاطر الماكله اللي كليناها تاخذ اكثر وقت في الباساج نتاعها والمعده تولي تخدم بزيت باش تخدم تطلع الافرازات نتاعها الحامضه دونك تولي الجير يقلق العباد. دونك كميات هذاك علاش كي حكينا من الاول قلنا ناكلوا كميات صغيره موزعه على الليله كامله وفي الشقه الفطر بيد ونمشيو ضريبه ضريبه ناكلوا الشوربه نرتاحوا شويه بعد ناكلوا ماكلات اخرين هكاك ما تقلقش في الهضم نتاعك. هذوما هما عادة الحاجات اللي تصير في رمضان اللي يقلقوا سوء الهضم القبض والجير الجير زاد كيف كيف هذاك علاش قلت لك في السحور ما ناكلوش لين نعبيو المعدة تقعد هي تعمل في الحامض نتاعها ويولي يطلع في الاوزوفاج في البلعوم يولي هو اللي يعمل الحريق نتاع الجير. تاكل كمية اللي انت مستانس تاكلها نتاع فطور الصباح العادي نتاعك في برك اكثر ماكش باش ما تحسش بالجوع من غدوه هكا ولا هكا هو مطلوب انك تحس شويه جوع. باهي يعطيك الصحه دكتور شاطر على التوضيحات هذه الكل. احنا يعني في العادي ما في المخزون طالع لي شويه قداش طالع نجم والله هي معناتها كان الطبيبه قالت لي راهو اول مره يطلع لي في المخزون راهو جاتني زوج حرام مش واحده على خويا واحده في اللي كنت ناخذ في واحده برك راهو وقالت لك سومه هي نعم قالت لك سومه الطبيبه قالت لك سومه في رمضان انا راني متعوده بالصيام ونحس في روحي ديما مرتاحه اي فهمتني دونك انا شكون قررت نفسي انا باش نصوم كان نعرف روحي اللي انا
تعبت والحاجه الكوجينه مش بعيده نجم من غير ما نتعب روحي على الاخر. اما انا عندي 5 سنين مريضه اما نصوم كل عام ولبيت والحمد لله. اي السنه في المخزون ديجا طيحت 6 كيلو في 15 في جمعه الاولانيه 6 كيلو طيحتهم نحيت التسكي خبز وعجين وكل شيء وناكل كان في سلايت وفي الفوت وفي الدجاج اكاهو طيحت 6 كيلو في جمعة واحدة. الجمعة الثانية ما نعرفش عليها قديش نقص. شوف نجم هو بيدو راه رمضان نجم هو بيدو دواء للسكر كي يبدا منظم معناها كي تاخذ دواءك انت والماكلة نتاع اللي نحكيو فيها تو ايكيليبري معناها تنجم تستعملها. انا نحبك تعطيني بالنسبة للسحور جايك انا جوست خاطر ما نجمش ننقز على موضوع السحور من غير ما نبدا فاهم الحكاية الأخرى. بالنسبة للسحور البنان والدقلة مع بعضهم يطلعوا لك برشا السكر. دونك في بلاصة البنان تنجم كنت تاخذ خبز كامل مع القوطة مع شوية حليب تحب شوية دقلة وي. أما البنان الحق في السحور بالنسبة لك أنت ما ننصحكش برشا. باهي تو شنو تنجم تعمل دكتور شاتر؟ بالنسبة لهي والعباد اللي ديابيتيك كيف زادة؟ إذا كان نحبوا نعطيهم فورمول هكا. ديابيتيك أجل اللي يبداو ديابيتيك وإيكيليبري بدوية والطبيب يعرف اللي مريقلين وما يبداوش يزرقوا في الأنسولين. خاطر تزريقة الأنسولين ممنوع من باش يصوم العبد. يبداو كما قالت هي يبداو يجربوا ويشوفوا رواحهم. الماكلة اللي حكينا عليها تو تمشي معهم بالضبط معناها ما تقلقهمش بالكل. برشا خضرة برشا بروتينات الشربة نتاعهم نبعدوا الغلة على السهر في السهرية معناها بعيدة على الماكلة الأساسية. السحور حاجة كما قلت لك فيها نشويات بطيئة الامتصاص مثلا خبز كومبلي معها كما هي قالت تو قوتة حتى شوية دقلة ما يقلقش شوية بسيسة تنجم بلاش سكر ولا تحطك المحلي متاعها هذه ماكلة تعفون ينجموا يسموا بها كان تحس بالسكر خاطر توا هي نوعين بتاع دواء بالنسبة للسكر فما دويات اللي ما تايحش السكر معروفين وفما دويات اللي نجم كي تاخذها وتبدا جيعان تنجم تايح على السكر هذاك علاش على حسب الطبيبة اللي شافتها باش تقول لها تنجم تصوم ولا لا فما دي سولفاميد اللي يطلعوا الانسولين ينزلوا على البنكرياس باش يطلع الانسولين باش يعادل السكر اذا يطلع الانسولين والعبد صايم واخر النهار ينجم تايح للسكر دونك وقتها يتقلق هذاك علاش ما فماش قواعد عامه للناس الكل فما كل عبد والوضعيه اللي هو فيها يكليبغي ولا نوعيه الدواء نتاعو بالماكله اللي حكيتها لك نجم سون بروبليم ياكلها. باهي يعطيك الصحه الله يخليك نمشيو لجابس معنا ندى مرحبا بك ندى. عسلامة لاله مرحبا رمضانك مبروك. يبارك فيك عايش. تفضل. بربي نحمس الدكتور. يسمع فيك. مرحبا. بلا دكتور انا عندي انسيمان مثل الكورونا وشهيتي تسكرت اليوم دخل علي رمضان وما عشناك الجمله معناتها حاجه جدا حاجه معناتها والماكله الطايبه ما ناكلهاش نحب حاجه شوي وتكون خفيفه وفقط يعني تعاوني انت بريت من الكورونا سي بريت اما شهيتي تو مسكره ما هاي. شاهي ولا حاسه الذوق والشم معناها مش موجوده؟ اي لا اي بالزوجه وما عندكش حتى مرض اخر لاباس عليك؟ لا لا معناها اللي مقلقك انك شاهي مش موجوده في رمضان؟ يعني مش موجوده وخايفه على روحي معناتها نتان اي بون نجموا نعملوا حاجات الاساسيه اللي لازم تكون موجود الشربه نتاعك اعمل سلاتك وحاجه هكا العظم ولا الحم ولا الجيش ولا اللي هو وكل مع الدار معناها مش لازم الكميه اللي مستانسه انت تعرف روحك تاكلها باش تاكلها وكاو ومن بعد شويه غله في السهريه كما حكينا وتسحر معناها حاول اقرب للريتم اللي انت كنت فيه قبل بالطبيعه يقلق راه العبد انه ما يذوقش وما يتعامش يتقلق ياسر في الماكله وشيء ما تبداش موجود مي على الاقل في شقان الفطر وشويه في السحور حاول افرض على روحك شويه باش تاكل خاطر بدنك مازال يلزمو مازال خارج من المرض باش يحاول يصلح روحه حاجته بكميه نتاع ماكله والمكونات تكون موجوده. باهي يعطيك الصحه الله يخليك نمشيو لتونس معنا وليد مرحبا بك وليد. اهلا وسهلا مرحبا بك. سيدي رمضانك مبروك. ديما كل عام وانتم حياتي خير. عايش تفضل. بابي نحب نسال الدكتور انا رياضي معناها نحب في السحور معناها حاجه صحيه معناها شنو الحاجه المحببه في الريجيم معناها كي تعاون سبورتيف.
رياضي معناها كهاوي ولا كومبيتيتيف؟ لا بروفيسيوني، انا حكم كرة قدم معناها. داكورد. ومعناها نهار المقابلات ولا في الانترينمون تحب؟ والله في الانترينمون، على خاطر خاطرنا حتى هو الشامبيونا معناها بحكم زيرت وفما مقابلات. وان بليس فما انترينمون. هو عادة الريتم تاع السناء قوي شوية كمان، مازال مازلنا في الأوقات تاع الصيف براتيكمون، معناها 15 ساعة فما سيام. لونترينمون عادة من المسوح به في الصباح كان باش ترينا، خاطر آخر النهار آخر النهار يبدا طايح السكر، البدن نقص ماء، والعضلات والعلب في البدن كل كي يبدا نقص ماء الريسك نتاع الإصابات يولي دوبل. معناها كلز اتيرمون وليلونغاسيون وكل شيء يولي اكثر. تجيك في انه باش تجوع اكثر، كي باش ترينا في الصباح في العشيه باش تحس اكثر جوع. مي خير من اللي تجي في انه في العشيه تترينا وتصير مثلا اصابات نجم تقلقك. والماكله لازم تكون ماكله كونسيكونت ويكيليبغي للعبد سبورتيف اللي تاخذه، اللي مستانس تاخذه وانت قبل في الفطار باش تقلبه في الليل، شقا الفطر وفي السحور لازمك تتسحر اذا باش ترينا في الصباح. وفي السهرية حاجات اللي فيهم غلة فيهم برودويليتي كاملين. معناها بلوز او موان احسب انت حسابك نتاع الريتم العادي وقلبه في الليل، ودو بريفيرونس لونترينمون في الصباح. باهي يعطيك الصحة دكتور الله يخليك. سينون دكتور كيما قلت من بكري المدام نجيبة قلت العباد اللي زرقوا في الانسولين ما عندهمش الحق يصوموا، اسكو فما امراض اخرين ولا عباد اخرين ياخذوا دويات معينة حتى هما زادة ما عندهمش الحق يصوموا؟ اي فما اول حاجة العباد اللي عندهم امراض وديزيكيليبغي فيهم. فما امراض مزمنة ولا مريض تو في مرض حتى قريب ولا برونشيت ولا كورونا ولا الواحد بالطبيعة بدنه طالب باش يقاوم مش في وقتها باش تشيحوا من الماكلة. أمراض القلب والشرايين لازمهم يسيحتاتوا ويلزم يشاور الطبيب نتاعو، أمراض الكلى زاد يلزمهم يشاور الطبيب نتاعو، الأمراض نتاع المعدة القرح والمشاكل هذوك زاد كيف كيف قبل يلزم تشاور الطبيب، خاطر تشوف روحك معناها لوسيغ فما ولا لا، برا 100% ولا لا. فما النوع نتاع الدويات يتاخذوا في وقتهم. كيما أمراض فما أمراض نتاع أعصاب، فما برشا امراض اللي الاوقات نتاع الدوية نتاعهم عندهم ديوري دفي معينة، مثلا 8 سوايع ولا 12 ساعة يلزمك تعاود تاخو. كيف كيف هذوكم ربي ما يقولش بالعذاب وبلش ناركو بدنا، دونك هذوكم يلزمهم يفطروا. واي واحد معناها معرض لاي مرض طارئ، ما نعرفش انا برونشيت ولا لا قدر الله كسر ولا حاجة، كيف كيف ما يلزموش يصوم وقتها. هذوما عادة اللي نبعدوا عليهم. بالنسبة للمرأة الحبلة والمرأة اللي ترضع كيف كيف راهو لازم الجينيكولوج يسمح ولا ما يسمحش، خاطر على حسب فنه وقت في الحبالة، على حسب الرضاعة زادة فنه وشهر في الرضاعة، على حسب الصغير نتاعها حاجته برشا حليب ولا لا ولا في آخر الرضاعة. هذه أمور نسبية والأكثر إذا يتناقش مع الجينيكولوج نتاعها المرأة وياخذوا معناها يعملوا رأي مع بعض. يعطيك الصحة الله يخليك. نمشيو لسوسة معنا إيمان، مرحبا بك إيمان. السلام عليكم. إيمان مرحبا. تفضل. بدي أسأل الدكتور. أي. أنا أول مرة أنا عندي فتاة. أنا شفت براسي أبي أول رمضان. بيه؟ أي؟ عندها سكر. أي نسمع فيك إيمان. أي. اليوم معناها سحرت في العادة وصارت في الأنسولين يعني رمضان الأخرى. لبيت معناها شنو تسحرت ساعة إيمي؟ خلينا نشوف ساعة أنت أخذت دوزة باهية ولا لا؟ أنا اليوم عملت تمر وزبيب وشنو سمحني؟ لا وما بسيسة هذي؟ لا 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 لوز؟ ايه لوز بسيسة عملتها هكا؟ مسفوفة مسفوفة؟ ما وصلت مش واضح برشا يا إيمان، خطرك عليه شيء ومع المسفوف شنو عملت آخر؟ بسيسة بسيسة بسيسة
سيسا ايه تبارك الله فرحت بروحك وخايف فتاة ولا 11 بتاع الصباح نزل بكري هو انه تقول هي قال ديابيتيك اول عام تاخذ في دواء ايمان تاخذ في دواء للسكر اي ضرب الانسولين وشاورت طبيبك لا ما قال شاورته قليله ايوه والله يا ماني ذولي مش مسموح به راهو على خاطر توا حسب الدوزه اللي عطاها لك هو نتاع الانسولين قاري حساباته نتاع الفطار اللي انت مش تصوم انت كي باش تعمل زريقه الانسولين دوزه معينه على حسب الماكله اللي تفهمتوا عليها كي باش تاكل اكثر ماهيش باش تهزي الدوزه هذيك وكي باش تاكل باش تجوع باش تولي تيح السكر معناها ما نجموش نعدلوه وعادة فما كونسنسوس عملوه هو الدول الإسلامية الكل راه تفهموا على مرض السكر بالذات شكون معناها فقهاء وعلماء زوز مع بعضهم وموجود كونسنسوس معناها تنجم تلقاها حتى في الإنترنت أي عبد عنده السكر ياخذ في حريبش ويكيليبري ما عندوش حتى مضاعفات في بدنه في مشاكل أخرين ينجم يصوم يسيس روحه ويشوف روحه أي واحد عنده السكر وفما مضاعفات أخرين على عيني على الكلاوي على القلب هذاك ممنوع عليه باش يصوم اي واحد زاد يزرق في الانسولين معناها انسولين ديبوندون ما يلزموش يصوم خاطر الدوزه نتاع الانسولين مربوطه بالماكله نتاعك اذا تفهمنا باش نوزعوا على النهار دونك على حسب النهار على حسب اللي باش تاكلوا باش تاخذ دوز الانسولين نتاعك دونك ما تنجمش تصوم وربي عاطي رخصه وعاطينا الامانه نتاع البدن نتاعنا باش ما نهلكوهاش دونك لازم نسمع كلام ربي باهي ان شاء الله اما جوست هي تمر والزبيب واللوز وهي ديابيتيك قالش بيه ربي دونك لازم نطلع شويه ماكلتها زيد اختي انا ما عادش نتكلم معاك تفضل خذ هكا تو نتعلم منك هذاك انا فرحان بالعليمه هذاك علاش قلت لك هذاك هو بالمجد برشا هو خوف لا يتيح السكر هذاك علاش درت لهم الكل معناها خذيت من اما الخوف انه يتيح السكر يذولي يمكن يطلع على السكر اكثر باهي يعطيك الصحه ان شاء الله بلطف عليك ايمان نمشيو للكيف معنا نجيب مرحبا بك نجيب الو صباح الخير صباح الورد سيدي رمضانك مبروك دكتور عايشك رمضانك مبروك عايشك دكتور انا نجيب الشابي من الكيف مرحبا بخويا عمري 58 سنة. بس بديت نصوم تقريبا يمكن عندي 40 سنة تقريبا نصوم. دكتور المشكلة كانوا أنا في وقت جير رمضان ما عادش نجم ناكل ماكلة بالكل. أيوة. خاطر ما عادش نجوع ما عنديش حتى مرض ما عنديش مرض حتى مرض ما أما المشكلة فين كونوا مثلا الصباح نحس بشوية جوع الصباح والعشية ندير نشبع ما يجيش أقل فترة من العشية في الليل كان ندير راهي فاتوري ما عادش نجم ناكل الكل. يعني حتى فهمت حتى ناخذ شوية شوربة مثلا دوب الليل هكاك مثلا إذا كان ناخذ طرفة تعرف كعب بريك ما عادش ممكن ناكلها ما عندكش خلق سي ناجي على آخر النهار ما تفشلش ما تقلقش. شوية كنا حكاية الفنجاز وحاجة كيما كان باهي بربي أعطينا هكا بعد شقال فترة اش تاكل معناها من شقال فترة السحور بلوز أو موان هكا. باهي باش ناخذ شطار الشربه معناها حتى صافي الشربه ناخذ شطار نتاعها ويمكن كعبريك ولا شويه سلطه كهو مع كميات اخرى ما عادش نجم ناكل حتى. باهي داكور وحتى ما حتى كل شيء معناها نحس بروحي كل شيء مليان. اي ما عادش نجم ناكل والسحور هذاك نبارتي ما عادش نحكي عليه. ما تقومش صح. نبقى حتى السحور حتى السحور نبقى ساتوري ما عادش نجم ناكل. اي على عكس في الفطار لا من غير رمضان ناكل عادي ما تتكيف انت سي نجيب اي تكيف برشا لا شيشه كل يوم نعمل شيشه وبعد شقال الفترة قداش من شيشه كان؟ شيشه ممنوعه في في كورونا دار شيخ على روح في دار لا نعمل شيشه بالدار اي والله قداش من شيشه في بعد شقال الفترة؟ لا شيشه واحده كل يوم في سواء في رمضان ولا من غير رمضان خاطر الدخان بيد وراه يسقم شوي ما يخليكش تاكل بالكدا هذاك علاش في الايامات العاديه ناكل ما عاد اما المشكل في رمضان وفي رمضان ما نشبع ما عادش عندي شيء الماكله هو في العاده سي رمضان مجعول باش العابد ينقص شويه في الماكله وفما مخزون نتاع بدن اللي يمكن ياخذ منه هذاك علاش تنقص اذا ما تحسش بالجوع مش مشكله راه كان تقلق وليت تفشل تتقلق وقتها نحكي باهي يعطيك الصحه دكتور الله يخليك
يعطيك الصحة الله يخليك. أي سي نجيب سي نجيب سي نجيب تصورش عنده المدام تلقاها يمكن ما عندهاش مشكلة هذه. باهي دكتور شاطر صونا لآخر الإيميسيون يعطيك الصحة بارك الله فيك. يلا كل سرور كي نجي بحداكم وربي يفضلك وإن شاء الله رمضانكم مبروك. عايشك ربي يخليك وربي يفضلك. سينا نقولوا ميرسي لزميلتنا خولة اللي استقبلت التليفونات نتاعكم, ميرسي الأمين في الإخراج, وميرسي لزملائنا في إي إف إم تي في. كانت معكم هجر الحنيشي, احنا نتقابلوا غدوة كالعادة إن شاء الله من 11 حتى يكشل النصف نهار. باي باي.